جماهير فريق الرجاء الرياضي كانت كتلقبو بالفيراري. سرعته ومراوغاته وأهدافه ما كتنساش. لولا الإصابات كان غيكون نجم كرة القدم الوطنية مدة طويلة. لعب في الرجاء وبسرعة دخل قلوب الجماهير وخلاهم يتغنوا به وذكروه حتى لدابا. اللاعب اللي غنتكلموا عليه اليوم هو سفيان العلودي. يتقدم نبيل مسلوب صوب ودفاع وتصوير وجول جول 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 سفيان العلودي بدل الكمرات. سفيان فعلها الفنان فعلها الفنان سفيان فعلها مشاهدينا الكرام. سفيان الفنان يبعث بالفرحة في النادي مش ولد أصغر الدفاعي وقص صوره في 1 يوليوز من سنة 1983 تزاد سفيان العلودي في مدينة القارة. ومنذ صغره سفيان كان كيلعب كرة القدم مع أبناء الحي ديالو، وكل ما تقدم في العمر كل ما مهارته كانت كتزيد. وفي سن 15 سنة التحق سفيان بفريق نهضة القارة وبدأ كيلعب مع فئة الفتيان. سفيان لعب مع نهضة القارة موسمين، ثم بعد ذلك انتقل على سبيل الإعارة نادي النقل الحضري، وهنا انشافوا فتحي جمال واستدعاه للمنتخب المغربي للشبان. ثم بعد ذلك طرح اسمه على مسؤولي فريق الرجاء الرياضي والتحق بالفريق رسميا في موسم 2001-2002. منذ سنة 2002 انطلقت مسيرة سفيان العلودي مع فريق الرجاء الرياضي. وفي سنة 2003 توج سفيان العلودي بأول ألقابه مع الفريق الأخضر واللي كيتمثل كأس الاتحاد الإفريقي على حساب فريق القتل الكاميروني. سفيان ملعبش دقائق كثيرة في هذه المسابقة نظرا لصغر سنه أنذاك، لكنه كان كيتواجد في دكة الاحتياط. سنة بعدها سفيان غيتوج بثاني ألقابه مع النسور، ولهذه المرة كيتمثل في البطولة الوطنية واللي فازوا بها حتى الجولة الأخيرة بعد تعثر فريق الجيش الملكي. وفي هذا الموسم سفيان بدا كيدير بلاصتو في الفريق وبدا كيتعرف أكثر عند الجماهير. في سنة 2005 سفيان أضاف لقب آخر مع فريق الرجاء الرياضي، وهذا المرة اللقب كان هو كأس العرش ضد نادي أولمبيك خريبكا بنتيجة 5-4 ضربات ترجيح. تقدم ب 5-4. هل يضع بكاري في المرمى أم خارج الإطار على أي؟ بكاري ويضيع والرجاء تفوز بلقب كأس العرش للموسم الرياضي الحالي بعد مباراة ماراثونية أمام أولمبيك خريبكا 120 دقيقة بصفر لمثلي في مباراة أعطت ما كان منتظر منها بالضربات الترجيحية. الرجاء تفوز 5-4. وفي هذا الموسم سفيان تألق بشكل كبير وكان واحد من نجوم الفريق، وأصبحت الجماهير الرجاوية كتغنى به. واللي زاد حبب الجماهير فيه هو تسجيله في مباراة الديربي مرتين. وهدف رجاء، هدف ثاني لفائدة فريق الرجاء بواسطة سفيان علودي. فريق الرجاء يغير من نتيجة اللقاء في ظرف 6 دقائق. يضيف هدف ثاني. عملية جميلة اللي قام بها، وهناك رجاء الإنسان اللي كيبان أنه الدينامو ديال الفريق ديال الرجاء هو الدولي، اللي حقيقة قيم مقابلة هائلة. التمريرة اللي كانت تمريرة كتعطي التمريرة ديال الشامبيونز ليغ إياد وسط الحلقات اللي كانت فرصة لبعيدة فريق الرجاء البيضاوي. تمريرة عرضية بدر المغري وهدف تماما نفس السيناريو الذي عاشه فريق الرجاء البيضاوي خلال المباراة.
سفيان وصل للنجومية، وفي سنة 2006 الرجاء شاركت في دوري أبطال العرب، وسفيان خلال هذه المسابقة بصم على أداء أقل ما يمكن أن يقال عنه خرافي، وقدم مباريات لا تنسى بحال مباراة الإياب ضد الزمالك. سفيان ساهم في تتويج الرجاء بهذا اللقب العربي، وسجل في المباراة النهائية ضد نادي إنبي المصري مركب محمد الخامس، وتوج بجائزة أفضل لاعب خلال هذه المسابقة. والاسم ديال سفيان دا كيتعرف عند الأندية خارج المغرب. أمام ست لاعبين في الجدار هذه المرة، يتقدم نبيل مسلوب يصوب ودفاع وتصوير وجول جول 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 سفيان العلودي، بدل المباراة سفيان فعلها الفنان، فعلها الفنان سفيان، فعلها مشاهدينا الكرام سفيان الفنان، يبعث بالفرحة في مدرجات ملعب محمد الخامس بعد أن توصل للتهديف في شباك الحارس مصطفى كمال. موسم العلودي الأخير مع الرجاء كان صعب نوعا ما، فالفريق كان في أزمة نتائج كبيرة، وكان قريب جدا من مراكز الهبوط للدرجة الثانية. سفيان كان تعرض لإصابة قوية خلته يغيب لمدة طويلة، ورجع حتى الدورات العشر الأخيرة، وساهم بشكل كبير في ابتعاد الفريق عن مراكز الهبوط، ونجح في تسجيل 11 هدف في مدة قصيرة، وكان ثاني أحسن هداف في البطولة الوطنية بعد جواد ودوش اللي لعب موسم كامل. وفي 20 شتنبر من سنة 2007 سفيان العلودي غينتقل على سبيل الإعارة النادي العين الإماراتي، وفي نصف الموسم الأول سفيان قدم أداء جيد جدا، وسأب ذلك مسؤول فريق العين الإماراتي أنهم يشريوا عقد اللاعب. مدرب المنتخب المغربي محمد فاخر ولا كيستدعي سفيان لتمثيل الأسود. فاخر مشى وجمع كانوا المدرب الفرنسي هنري ميشيل، واستدعى بدوره سفيان لتمثيل المنتخب في كأس أمم أفريقيا في غانا سنة 2008. في المباراة الأولى ضد ناميبيا سفيان فاجأ الجميع وسجل هاتريك قبل أن يجهز عليه المنتخب المصري بثلاثة أهداف. فرصة الوطني سجل الهدف، لازم المقابلة، لازم المقابلة يوقع على ذلك منذ البداية. يعني قلت سأكرر أتوقع يعني سإكرام وفادة منتخب ناميبيا والمارد العلودي يعني دخول. لكن الخبر السيء هو إصابته خلال الشوط الثاني واللي خرج على إثرها، وبعد الفحوصات اللي تجرات تبين على أنه ما غيكونش قادر على خوض المباراتين المتبقيتين في دور المجموعات، وخسرهم المنتخب والتقصى من هذا الدور. وبعد الكان فرق كبيرة ولات كطمح للتعاقد مع العلودي بحال أولمبيك مارسيليا وستوك سيتي، لكن في نصف الموسم الثاني مع العين سفيان بدا كيتصاب بشكل متكرر، والأداء ديالو مبقاش كيف الأول، ونجح في التتويج مع فريق العين بلقب الدوري الإماراتي. وفي سنة 2009 العلودي رجع للرجاء على سبيل الإعارة لمدة 5 أشهر، وفي يناير من سنة 2010 رجع النادي العين الإماراتي اللي أعاره مرة أخرى النادي الوصل، ورجع في نهاية الموسم الفريق والعين بعد 6 أشهر انتقل النادي رجاء الرياضي في صفقة انتقال حر، وفي هذا الموسم توج مع الفريق الأخضر بالبطولة الوطنية. بعدها مستوى سفيان بدأ يتراجع بسبب كثرة الإصابات، وفي سنة 2012 انتقل نادي الجيش الملكي للعب معهم موسمين، ثم بعد ذلك بقى ينتقل بين فريقي الكوكب المراكشي ونهضة بركان، وفي الأخير وقع النادي راسينغ البيضاوي لكنه ما لعبش معهم واعتزل بشكل نهائي لظروف عائلية. سفيان العلودي هو مثال للاعب المثابر اللي جا من فريق صغير وفرض مكانه في فريق الرجاء الرياضي رغم صغر سنه ورغم تواجد العديد من النجوم، لكن لعنة الإصابات حالت دون استمرار هذا التألق، لكن بالرغم من ذلك اسم سفيان غيبقى راسخ في تاريخ فريق الرجاء الرياضي وكرة القدم المغربية.